باريس سان جيرمان 3-2 على ملعبهم وسط جمهورهم وفي عقر دارهم، برشلونه بيقدر ان هو يرجع بانتصار ثمين جدا في دور ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. نعم صديقي العزيز، برشلونه قد عاد وعاد بمباراه جيده جدا، مباراه الاكس جي بتاعك فيها افضل من فريق باريس سان جيرمان. نعم يا صديقي، برشلونه الاكس جي بتاعه 1.73 وباريس سان جيرمان الاكس جي بتاعه 1.24. بتتكلم على برشلونة عملت مباراة جيدة جدا 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 سواء دفاعية او هجومية، برشلونة كان رائع، برشلونة عمل مباراة رائعة، برشلونة النهاردة عمل مباراة ما اعتقدش ان في حد كان متوقعها من جمهور برشلونة. تشافي النهاردة قدر يثبت ان هو في الماتشات الكبيرة بيكون مدرب كبير وبيكون مدرب قادر ان هو يقود برشلونة امام خصم صعب نسبيا، ولكن جوه الملعب الامور ما بتبقى صعبه زي ما الناس ما بتتكلم. باريس سان جيرمان كان خصم صعب جدا على الورق، ولكن في الملعب الامور ما كانتش زي ما الناس ما بتتكلم. في ناس كتير هتقول لك معلش يا صاحبي هو مبابي النهارده كان فين، عشان احنا معلش ما شفناش مبابي والكلام الكتير ده. بص يا صديقي العزيز، عثمان ديمبيلي النهارده كان افضل بكتير من كيليان مبابي. عثمان ديمبيلي النهارده كان واخد الدور بتاع كيليان مبابي على الطرف، ونوعا ما عثمان ديمبيلي كان واحد من الناس اللي ساهمت في اختفاء كيليان مبابي. عثمان ديمبيلي ساهم بشكل كبير جدا في ان كيليان امبابي يظهر بالمستوى ده، لان عثمان ديمبيلي كان مموت اللاعب اللي قدامه، لان ديمبيلي دايما بيفكر في حل الفردي، ديمبيلي دايما بيفكر في الحل ان هو يخش يلعب على المرمى. فعثمان ديمبيلي قصه ان هو يميل على امبابي الموضوع نوعا ما كانش بيبقى بالطريقه اللي انت متخيلها. جو باريس سان جيرمان وان الفرق كلها لازم تباصي لامبابي، الموضوع ده واضح ان هو بقاش موجود في باريس سان جيرمان. فعشان كده هتلاقي باريس سان جيرمان الناس كلها عماله تسال هو امبابي راح فين. برشلونه الناحيه الثانيه قدم اداء جيد جدا، اداء جيد في ان برشلونه نوعا ما كانش قادر ان هو يهاجم بشكل كبير او يدافع بشكل كبير. برشلونه النهارده كان متوازن نفس الشكل اللي الناس ما بتحبش بيه تشافي، هو نفس الشكل اللي كسب برشلونه النهارده مباراه صعبه امام باريس سان جيرمان. برشلونه النهارده كان متوازن جدا، برشلونه النهارده كان متوازن جدا قدام باريس سان جيرمان. برشلونه ما كانش فاتح خطوطه ولا كان بايع نفسه هجوميا ولا كان منكمش قوي دفاعيا. برشلونه كان عارف كويس قوي ان هو بيلعب ضد فريق دفاعه نوعا ما مليان مشاكل، ولكن خط هجومه مرعب، سواء بتتكلم على مبابي او بتتكلم على لعيب زي ديمبيلي او بتتكلم على اسانسيو اللي بينزل لعمق الملعب او بتتكلم على لي كانجلين. انت بتتكلم على خط هجوم قوي وبتتكلم على لعيبه مسانده لخط الهجوم اقوياء. فلما تتكلم على باريس سان جيرمان فانت بتتكلم على خط هجوم قوي جدا، ولكن خط نص باريس سان جيرمان ليس بالقوه الدفاعيه الرائعه جدا اللي انت بتشوفه في خط الهجوم. يعني مثلا خط دفاع باريس سان جيرمان سيء، خط وسط باريس سان جيرمان دفاعيه ليس جيد، خط هجوم باريس سان جيرمان هجوميا مرعب. دوناروما لا، دوناروما ده في الماتشات الكبيره في ماتشات دوري ابطال ما بيشوفش. فانت بتتكلم على فريق باريس سان جيرمان، التقييم بتاع باريس سان جيرمان في بعض الاحيان